وفي سياق الحديث عن الجنوب وبالتحديد في الكفر ينضم إلينا الأستاذ فرج بوجفول الآمر السابق لغرفة عمليات تحرير الجنوب الشرقي. أهلا بك سيد فرج، وصف لنا ما الذي يحدث الآن في الكفرة. تحية لك ولضيوفك الكرام ولكل المشاهدين. طبعا أنا كنت مرسخ لغرفة تحرير الجنوب الشرقي، وهي تطوعية، يعني بالموارد التطوعية ومن شبابنا بالمنطقة، و 80% كانوا من الكفرة. اللي يحصل في الكفرة هو امتداد ل 2012 و 2013، وهو أن للأسف مكور التبو استعان بأقاربهم من تشاد والنيجر، ثم استعان بالمساواة السودانية، وكانت الكفرة كتب إلى الكفرة أنا تواجه هذه العصابات بنفسها. الكفرة يا أخوي يعني تتعرض لحصار، أقرب نقطة هي جانب على بعد 600 كيلومتر من المطار، متردي الطريق معدومة. والحاجة الثانية، في مخطط ممنهج لتغيير الديموغرافيك السكاني في الكفرة، وهو يعني ابتكار لوسائل الحياة. الحاجة الثانية اللي هي انعدام الوقود وعدم وجود حماية من كل الحكومات، أو توفير وسائل حماية زي الطيران من كل الحكومات المتعاقبة. وبالتالي كنا في 2012 و13 نحذر من ذلك، فكانوا نتعرض لتهديد، ومن أولئك الناس الذين يقولون هذه قبلية. وحتى كان وزير أحد وزراء لذلك التاريخ يقول أن هذه قبلية. وبالتالي دماء 300 من الكفرة والجنوب الغربي في رقبتهم هؤلاء. اللي حصل وهذا ذكرته من قبل، ان مكون التبو لما طلبوا منا تزويد مقاتلين مرتزقه كان اشترط ثلاث شروط. الشرط الاول وهو الغاء اتفاقيه الكراسه المشتركه ما بين الجيشين. طيب ما خلفيات الاشتباكات التي حدثت في الجغبوب سيد فرج؟ والله هي طبعا امتداد، ما قلت لك هو كل شيء امتداد من 2012. هي اللي حصل ان العصابات الشديده خطفت مدنيين من الطريق، طبعا معقلها في ربيانه وفي شعله هذه، وتخطفهم الى داخل اراضي الشديه، وبعدين يتم الابتزاز لاهاليهم. فتحركت احد الكتائب وهي كتيبه سبل السلام ومع بقيه الكفر، فتحركوا و حصلوا على أسرة وتم مبادرتهم. فكانت الكفرة من جهة الجنوب الغربي غير مؤمنة، تنطلق منها هذه العصابات، ومن جهة الجغبوب برضو نفس العملية. لكن منطقة الجغبوب أو واحة الجغبوب يعني هي في شمال الكفرة، ما الذي أوصلهم إلى هناك؟ 400 كيلومتر. نعم نعم، هل هم متوغلون لهذه الدرجة في الشمال؟ نعم، هو اللي يعلم الليبيين أن على سبيل المثال الجنوب الغربي مستباح بالكامل الا تو يعني بلدين. بالنسبه للجنوب الشرقي وفي اهالي الكفره وتزربوا المناطق هذه مساوم بقدر المجهودات، لكن اللي هو مخطط يعني فرنسي قديم يعني لاستئصال الجنوب. فهناك قاعده فرنسيه، وما في حد الحكومات ولا حتى لها علاقه او مهتمه بالجنوب، والجنوب يفترض هو نقطه تجميع الليبيين لان في مواردهم وفي نفطهم وفي كل حاجه، مفروض هذه نقطه مصالحه وتجمع الليبيين ويقاتلوا من اجل حمايه حدودهم. طيب هنا ما دور السلطات فيما يحدث الان؟ يعني الامر اصبح مقاتله عصابات اجنبيه داخله الى ليبيا. والله نحن في مثل يقول عين الشمس ما تغطى الغربال. نحن كان في ذلك ايام ما كنا مشكلين الغرفه التطوعيه هذه لتحرير الجنوب الشرقي مقرها بجدابية، وامتداد لها الى الكفره ودعم لمقاتلين الكفره واغلبيتهم من الجيش، فكان ضبطنا ذخيره يمد بها العصابات التشاديه. للاسف كانت تنطلق من السدره في ذلك الوقت،
وبعدين في اعطاهم الشرعيه كرامه شرعت لهم قنوات كانت معاهم غادي كنا نحذروا فيهم قلنا لهم راهم هذول عصابات شاديه وهذول هو 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 حتى المعركه الاخيره اللي حصلت نحن استشهد منا اثنين ومقابل حوالي 10 من المرتزقه هذه معادله يعني خسرانين نحن في جميع الاحوال لان العدد محدود في الكفره المقاتلين محدودين في الكفره والليبيين الثانيين تسارعوا لسان حال تسارعوا على السلطه وتسارعوا على المال والنهب وتركيل الكفره هي تحمي في حدود ثلث مساحه ليبيا. نعم. يعني لما يموتوا او يستشهدوا منا نحن اثنين و10 ولا حتى 20 من العصابات الشاديه معادله خاسره لان العصابات الشاديه من امتداد من النيجر الى تشاد ودوا استعانوا بالمساواه السودانيه فوق المليون ونص او مليونين مع سكان 100,000 ولا هيك طيب. يعني في ظل يا استاذ فرج بالامن القومي الليبي يعني. طبعا بكل تاكيد في ظل يعني تقاعس السلطات وعدم قدرتها على إيقاف ما يلي يعني برأيك ما هو الحل كيف يمكن إيقاف هذه العصابات الأجنبية بقدرات محلية ربما من الأهالي أو من القبائل العربية الليبية والله توا في أنا شفت طلعت عليه بيان لمجلس الرئاسي ولو أنه متأخر أنا كتبت عليه حتى في الصفحة نتاعي البيان هذا طبعا يندد استباحة الحدود والهجوم على الكفرة من العصابات وهذه لكن نتمنى البيان يعني ترجم إلى فعل يعني على سبيل المثال تفعيل المعاهدات لحماية الحدود المشتركة مع السودان ومع تشاد لأن كانت المعاهدة قائمة ما اللي الغاها؟ اللي الغاها هو المفروض يتحاكم في أوروبا ودوليا لأنه هو سبب هالهجرة الغير شرعية هو اللي الغاها الحاجة الثانية في اتفاقية مع أوروبا لدعم فنيا للحدود الأخرى مفروض في طائرة ولا اثنين ولا حتى ثلاثة يكونوا في مطار الكبرى لما الرقابة على الحدود لأن لما جوا القطعان هذول هاجمين من الحدود جايين من تشاد ولا من السودان مفروض يدرون حد الحاجة الثالثة لازم أن أو الرابعة لازم يكون ميزانية تخصص ميزانية للطوارئ في الكفرة وندار خط جوي للكفره ما عندهمش طريق للكفره يعني قاعدين يموتوا في الشهداء طيب سيد فرج اذا ما تكاثفت الجهود ضد هذه العصابات هل يمكن القضاء عليها؟ ام ان الامر بات صعب؟ والله تو في بشرى يعني كويسه حصلت هو ان في الجنوب الغربي اللي هو ظهرنا غير محمي من الجنوب الغربي فتو شباب الجنوب الغربي من جميع قبائل الجنوب الغربي شباب شكلوا مجموعه وانطلقوا يدافعوا على السفحه وعلى المناطق هذيل واستشهد منهم اثنين تقريبا والحاجه الثانيه ان وصل اذى الى سكان اخوتنا وجيراننا في جالو وحتى هم قاعدين يتذمروا ومدوا يدينا لهم ولازم من هالآفة هذه لازم مواجهتها لأنها خطر على كل المجتمع الليبي وخطر زي ما قلت لك على الأمن القومي الليبي طيب يعني هذه الاشتباكات يا سيد فرج البعض يراها عرقية بين قبائل تبو وقبائل عربية هل هذا فعلا سبب الصراع؟ أنا مستعد لك توا أو عبر هذه القناة نعم مستعدين أنا ولي دم يعني أنا عندي حتى شهداء مستعدين نتصالحوا مع التبو ولكن نبغوا منهم طلب واحد ونخلي يطلبوا أنهم يطلعوا ينددوا بهجوم العصابات الشادية وبالمساواة السودانية نعم هل يعني هذا انهم ضالعين ومتحالفين مع هذه العصابات؟ نعم هم امتداد لهم هم عندهم مطامع ان الامبراطوريه بتاعهم تقام الى اجداد يعني عرف والحاجه الثانيه هذول ابناء عمومتهم من النيجر وتشاد جابوهم وبعدين لما هالقطعان هذول يعني على الكفره تم تدميرهم فتعانوا بالمستوى السودانيه يعني هذول مستعينين بالشاد ومن النيجر وفي الكفره خلطهم حدهم ويدافع على حدود ليبيا كلها والشمال قاعد في النهب المال العام وفي استراع السلطه كل القتال يا اخي كل القتال طيب. قتال ليبي الا قتال الكفره فانه ضد الاجنبي اما القتال الثاني في ليبيا كلها اما استراع السلطه او تحكيم عسكري تولي عسكري او المال طيب. او جهوي او نهب مال اما الكفره لعلمك المقاتلين ياخذ وجبه واحده شكرا البنزين احيانا يشتروها من جيوبهم غادي المقاتلين غادي شكرا جزيلا يعني شيء عجيب جدا والله جزيلا لك سيد فرج أبو جفول آمر السابق لغرفة عمليات تحرير
الجنوب الشرقي، ولكن نتحفظ على بعض ما ذكر وهي استعادة ربما امبراطورية ومملكة لتبو وطوارق، لديهم حق الرد طبعا في أي لحظة، هي أطراف غير موجودة في هذا النقاش ولها الحق في الرد. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل.